باب من لم يدخل الكعبة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحج كثيرا ولا يدخله. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين معه من يستره من الناس فقال له رجل ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا. باب من كبر في نواحي الكعبة. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم ابى ان يدخل البيت وفيه الالهة فامر بها فاخرجت فاخرجوا سورة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام وفي ايديهما الازلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله اما والله قد علموا انهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. باب كيف كان بدء الرمل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن ويب زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه ان يامرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا لبقوا عليهم. باب استلام الحجر الاسود حين يقدم مكة اول طعنته ويرمل ثلاثا. وبه قال حدثنا اسبغ قال اخبرني ابن ابي يونس عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يحب ثلاثة اطواف من السبعين. باب الرمل في الحج والعمرة. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشواط ومشى اربعا في الحج والعمرة تبعا ليس. قال حدثني كثير بن خلقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للركن ما والله اني لاعلم انك حجر لا ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال وما لنا وللرمل انما كنا راينا به المشركين وقد اهلك.